فالحقيقة إن الكتاب المقدس مش حكاية منطق، أنا مش بقول إن إحنا نحط دماغاتنا ما نستخدمهاش، لكن هناك شيء العقل يزنه، ولكن الكتاب المقدس فوق العقل، هناك ما فوق العقل، المعجزات فوق العقل، الوحي فوق العقل. وماذا أقول عن نبوات الكتاب المقدس عن شخص الرب يسوع، وعن النبوات بأنه سوف يأتي شخص الرب يسوع، وماذا أقول عن نبوات شخص الرب يسوع نفسه عن أنه ذاهب إلى أورشليم لكي يحاكم ويجلد ويحكم عليه بالصلب ويموت، وفي اليوم الثالث يقوم شهادة الرب يسوع عن نفسه. ده شيء رائع جدا. فالكتاب المقدس ليس كتاب نكسبها بالجدل وبالحوار، ده شيء ممكن، لكن بما يفعله الكتاب المقدس بالفعل في حياة الكثيرين وفي حياتنا إحنا كمان شخصيا. يعني الكتاب المقدس ده شهادته عن نفسه. أكيد كسيس، كمان عاوز بس إضافة بعد إذنك، إنه لأنه ذكرت العقل والمنطق، إنه مش كل شيء لا نستطيع أن ندركه أو نفهمه معناته مناقض للعقل. فكتير أمور في الحياة مش فاهمينها، الكواكب مش فاهمين بالضبط، أعماق البحار، الإنسان نفسه، كيف جسد الإنسان، ولكن ليس مناقض للعقل، يمكن فوق العقل ولكن مش مناقض للعقل. وإذا تكلمنا عن المنطق، هذا المنطق مقدم على طبق الإيمان، فبيضل في عنصر الإيمان، لأنه اللي عاوز يشكك أو عاوز يرفض رح يرفض ورايح يشكك، فما هياش عملية ربح جدل، لأنه حقيقة ثابتة لا تتغير. والكتاب يقول أما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. بس حبيت يعني الفكرة إنه حتى يعني دائما نتكلم عن المنطق، ولكن هذا المنطق هو على طبق الإيمان، مش مناقض للعقل أو ما فهمناه معناته إنه ضد العقل. هذا اللي عاوزت بس أضيفه. تفضل قسيس. تسمح لي أسيس نزار تعقيبا للعبارة الجميلة اللي حضرتك قلتها. أنا حابب أدعم هذه العبارة بكلام كاتب الرسالة للعبرانيين في أصحاح 11 لما يقول بالإيمان نفهم. بمعنى بعض أحيانا أنا لسه جاي كنت ببدي محاضرة في إحدى كليات اللاهوت، بقول لهم الإيمان هو العينات بتاعتنا، اللي بنقول في مصر هي النظارة، وأنا بقول العدسات. لما نغير أنا ممكن العدسات دي ما تورينيش ولا حاجة خالص، لو إنها نظارة مغبشة أو مش مضبوطة، قوة الزجاج النظارة ما أشوفش حاجة خالص، ممكن أشوف حاجة مغبشة، أشوف الناس كأشجار يمشون زي ما بيقول الكتاب. لكن النظارة بتاعتنا هي الإيمان، هي الإيمان. بالإيمان نفهم مثلا أن العالمين قد أتقنت بكلمة الله. بدون هذا الإيمان هنفضل نقول في نظريات بقى النشوء والارتقاء، وربنا استخدم النشوء والارتقاء ولا لا، وترى هل هي المواد اشتغلت لوحدها. الكتاب المقدس ليس المقصود منه ان احنا نفضل نجادل في بعض، ممكن طبعا كتير ننفتح الى الحوار والى اخره، لكن قوة الكتاب المقدس ليست جدلية لكنها فعلية على الواقع. الرب يسوع قال الهيكل هيخرب، لا يمضي هذا الجيل حتى يحدث، وبالفعل هذا ما حدث في على يد تيتوس الروماني في عام 70 ميلادية. هو اللي قال أنا رايح عشان خاطر أحاكم وأموت وفي اليوم الثالث أقوم، وبالفعل حدث. هو اللي وعد بإرسال الروح القدس، وفعلا قام الرب يسوع حي وأرسل الروح القدس. حابب أقول عناوين بس يا أسيس نزار في الموضوع ده. هو اللي قال قم وامشي، هو اللي قال للبحر الهائج واسكت ابكم، هو اللي قال للعاضد هل هم خارجا. التلاميذ أمضوا الليل كله ما اصطادوش سمكة واحدة وهم صيادين في الحتة بتاعتهم، يقول لهم ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا.